اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين مع المشاهد العبثيه اللي في الوسط الرياضي واللي بنستهدف من خلالها ضرب كل هذه الانماط السلوكيه الخاطئه وتصحيح كل هذه المفاهيم المغلوطه لمصلحه الاهلي ومصلحه الزمالك ومصلحه الجماهير ومصلحه الكوره ومصلحه الرياضه من اجل اعلام رياضي متزن ومسؤول. الانديه المصريه كلها بتشارك في المحافل القارية والخارجية ممثلة لوطنها لبلدها. أي حد يقول غير كده هو يجهل بالحقيقة. شفنا الكابتن أيمن عبد العزيز لما تسئل عن الأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية قال لك لا ما بيمثلش إلا نفسه. لكن قبلها كان الزمالك في رأيه في بطولة الكونفدرالية بيمثل مصر. الاتنين بيمثلوا مصر والاتنين ليهم كل الدعم والمساندة والتشجيع للمزيد من الانتصارات. لكن الحياه مش واقفه عند ايمن عبد العزيز بس. احمد حسام ميدو وهو راجل احترف ويطلق عليه العالمي جاي يحلل قرعه الاهلي في كاس العالم. الاهلي بتتعمل له قرعه كاس العالم للانديه في النسخه الاولى التاريخيه. فيسال من الزميل محمد المحمودي برضه هكرر تاني السؤال السامج، هتشجع الاهلي ولا لا؟ وهفضل اقول ده سؤال سامج حتى يختفي من على الألسن خالص، لأنه الحقيقة ده اللي بيجر الناس كلها لهذه المشاهد الخاطئة. نشوف. هتشجع الأهلي يا ميدو في المونديال؟ أنا؟ بجد والله. يا جدع أنت ما تقولش كده. والله العظيم. لا يمكن أشجع الأهلي في أي ماتش أبداً. أبداً. ليه؟ طبعاً. اسمه مصر، اسمه أفريقيا. يا جدع. باسم العرب. ده الكلام ده أيام بقى الناس اللي هي المثالية وكده، أنا راجل غير مثالي. انا راجل مش هتشجع الاهلي في المونديال؟ لا يمكن طبعا اشجع الاهلي ليه؟ انا راجل زملكاوي ما بشجعش في مصر الا نادي الزمالك فقط. لا يمكن ابدا ابدا اشجع اي نادي تاني. هو السؤال طيب خارج مصر مش في مصر. بقول لك لو في المريخ لا اشجعش الاهلي. طيب خلاص. طب ده دي عقليه المشجع بتاع بتاع الكوره على فكره. اذا ميدو ده عقلية المشجع بتاع الكورة، مش هشجع إلا وبعدين يا عم لا أصل الأهلي، يقول لي لا حتى لو في المريخ. مش هشجع إلا الزمالك، مش هشجع الأهلي وما تقوليش بيمثل مصر. هو نفسه أحمد حسام ميدو، طبعًا كلام ميدو بيقابل بضحك، وأنا هنا بربط بالزميل محمد المحمود وهو حد مهني منضبط في أدائه. إنه ما ينفعش إجابة زي كده تقابل بالضحك والقبول. السؤال من الاصل قلت لكم فيه قدر عالي جدا من الرفض، فالاجابه بتاعته كمان تبقى مدعاه للضحك، ده اخطر كمان. لكن لو هنفكر احمد حسام ميدو نفسه باحمد حسام ميدو وهو بيتكلم عن مشاركه الزمالك القاريه كانت ايه وقتها، اعتقد الكلام يحرج. نشوف. والزمالك في مهمه وطنيه، وانا بقول لكم الراجل الكابتن ده خالد رفعت أنا متأكد إن هو لو نازل بأي فريق تاني في مصر كان هيرفع علمه، لأن هو بيمثل مصر في أي مكان هو بيتواجد فيه. الراجل الجميل الكابتن خالد رفعت بعيدا عن الزمالك والأهلي، الراجل ده أنا بقول لكم لو أي نادي تاني نازل بيمثل مصر كان هيرفع علمه. فاوعوا تدخلونا في مناطق ضلمه. اوعوا. بلاش الكلام ده، في ناس للاسف بتقول كلام ومش عارفه ابعاده. وللاسف لما تيجي تبص على الكومنتس وتبص كده تخش على البروفايل يعني بتاع اللي كاتب الكومنت ممكن تلاقيه ساعات موظف كبير وراجل كبير عنده 50 سنه. بيقول كلام مثلا يعني بيقول كلام زي ده. كان راجل راجل فرحان بالزمالك ان هو بيمثل مصر. ساعات تلاقيه موظف كبير وهو في السن وفي المكانه، وساعات تلاقيه لعيب كبير. ده مش ساعات. تخيل بقى الشراره دي انطلقت امتى؟ اطلقها لاعب اراد ان يكون متواجدا على السطح الاعلامي وهو لعب في نادي الزمالك سنه، فبيسأل أنا بكره الأهلي، بس زود من عنده يعني أنا بكره الأهلي ومش هشجع وما أتمنوش إنه يكسب، وهو ما يمثلش مصر. كلت مع الجمهور.
انا بقى اتاسى بيه وانا نجم كبير. انا لما التقيت الكابتن احمد حسام في مواجهه في احد البرامج الاعلاميه، يعني قلت لهم انتوا جايبين لي اتنين ليه؟ فبصوا لي كده، قلت لهم احمد حسام الموضوع جدا، الفاهم جدا، العارف جدا، اللي بيقول كلام الناس تعلم منه، ولا احمد حسام لما يتذكر ان وراه جمهور عايز يلغيه يقول كلام عكسه ويبتدي يفقد هذه الموضوعيه والرصانه؟ مش ممكن ابدا. بس هو يعني كابتن احمد حسام بيدو انت قدوه، قد تقبل من ناس تانية. يعني هقول ايه بس يا ربي، يعني والنموذجين الاثنين لم يفنوا عمرهم في نادي الزمالك مثلا، احترفوا ما جوش اللي هم مبطلين. فما حدش بقى في لعيبه تانية افنت عمرها في نادي الزمالك ما طلعتش قالت الكلام ده. ده كلام بياكل مع الجمهور، قد يكون واقعي على فكره، كان يكون حد شعر، بس مش من اللائق انك تقوله. زي مثلا، هو احنا مش بنروح حفلات بنقابل حد ما بنحبوش نتطوع بقى ونقول له اصل انا ما بحبكش، ايه اللي جابك؟ ما حدش عازمني بعد كده. في حاجه اسمها اللياقه العامه، في بتخاطب مجتمع بتعلمهم الاصول، مشاعرك مش مفروض انها وانت في مكان ينظر اليك كقدوه وصاحب راي. اولا السؤال السامج اللي انت بتقول عليه، والاجابه الغريبه من بعض النماذج اللي هي بالنسبه لناس كتير قدوه وتناقض مواقفها السابقه. يعني يسهل جدا انك انت تمسكهم لسانهم على رايك. فاستاذ ابراهيم دي ظاهره استشرت المتاجره بالكراهيه، اصبح النهارده من اعلاميين والله ناجحين بدون هذا الكلام، مش محتاجينه ابدا. لما انت تيجي يعني تردده زي برامج تانية بتستجدي المشاهدة، ما ينفعش. طيب علشان نحاول نقضي على هذا المفهوم الغريب، لانه كمان الكابتن احمد حسام ميدو حب يعتذر عن اللي قاله، فالحقيقة حتى هو بيعتذر وقع في خطأ أفدح. قال لك أنا كنت بتكلم بطبيعتي بعيدا عن النفاق. هو مين قال إن الالتزام المهني بضوابط الرسالة الإعلامية ده نفاق؟ مين اللي سماها كده بجد؟ القائم بالاتصال في الإعلام عليه ضوابط ومهام، رسالته لازم أن تكون محكمة ومسؤولة. انت جاي على الشاشه قدام الناس محلل مش مشجع، الفرق كبير جدا. لو انت راجل مشجع بره الهوى عبر عن مشاعرك كيفما شاء وجاي تقول الصح والغلط وقول اللي انت عايز تقوله، اما وان انت بقيت مرسل لهذه الرساله فليها ضوابط وليها اساس وليها قواعد، عليك ان انت وعلى كل واحد انه يلتزم بيها. التشجيع حاجه والتحليل حاجه تانية. بلاش فكره ان انت هتحلل قرعه للنادي الاهلي، خلينا ديت بعيد عنها شويه لان ده برضو جمله اخرى. لكن المفهوم نفسه، يعني انا اتكلمت بطبيعتي مش عايز ابقى منافق، ده اسلوب مشجع، لكن اسلوب الاعلامي في وضع من المهنيه المسؤوله، لان المشاهد بتاعك والمتلقي الغالبيه بتاعته على فكره اللي قاعده تتفرج اهلاويه بحكم ان الموضوع اهلاوي. القرعه تخص الاهلي، كل الجماهير بتتفرج، بس الماده تخص الاهلي. لو حتى تخص الزمالك مالكش ان انت تعبر، بس الافيه يخص دي حاجه تانية. بص يا استاذ ابراهيم، انما انا بس عايز اتكلم في الجزئيه بتاعت مين بيمثل مين. هو النادي الاهلي ونادي بيراميدز بيلعبوا في دوري ابطال افريقيا ممثلين لمين؟ لمصر ولا لاوغندا؟ الاثنين بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا لان هم اول وتاني الدوري المصري. الزمالك والمصري بيشاركوا في الكونفدراليه ممثلين للكره المصريه برضو. فجبتوا منين انه النادي ما بيمثلش الا نفسه؟
مين اللي جاهل او عاز ليكم بالكلام ده بجد؟ هو انت بتلعب حاجه من عندك انت؟ هو الزمالك بيلعب في افريقيا ممثل لمصر ولا لا؟ والمصري نفس الحكايه، والاهلي وبيراميدز في دوري الابطال. فاذا ما وفق نادي في البطوله القاريه ارتقى للمستوى الاعلى اصبح بيمثل القاره كمان. يعني النادي الاهلي في كاس العالم للانديه او في الانتر كونتيننتال بيمثل قاره افريقيا، وكذلك الوداد وكذلك صن داونز وكذلك الترجي. فجبتوا منين فكره ان النادي في المحفل الخارجي ما بيمثلش الا نفسه؟ ده كلام جاهل حقيقي. هو عايز يجرد الحدث من اهميته.